يا روح يا حبيبي الله يرضى عليك بكفي. قعدنا ساعتين بالمكتب نتناقش وما وصلنا لنتيجة. وهي اجينا لهون صرنا شي ساعة ساعة ونص ونحن عم نحكي وما وصلنا لنتيجة. وأنا برأيي نقعد شهر نحكي بهذا الموضوع ما رح نوصل لنتيجة. طيب أنا شو ذنبي؟ أنت اللي اخترتني وأنت اللي جبرتني إني وافق. آخر شي هيك بكل بساطة بدك تزتني وكأني حشرة؟ عيب هذا الحكي روعة. شو حشرة بحشرة؟ عيب هذا الحكي ما بيجوز. أنا ما هيك قصدي. أنا قصدي بكل بساطة نبعد شوي عن بعض بس فترة مؤقتة لحتى تهدى الأحوال بيني وبين إلهام. بس نحن مو هيك متفقين. للضرورات أحكام الله يرضى عليك. ليك فؤاد أنا رح أقول لك كلمة واحدة. عند الله ما بيضيع شيء. وأنت عم تظلمني كتير. وتذكر إنه هذا الظلم رح تدفع ثمنه لو بعد 100 سنة. روعة عم تهدديني؟ لا بس عم ذكرك إنه الله أقوى منك. وعم ذكرك كمان إنك عم تظلمني وعم ترضي إلهام على حسابي وعم ترضي مصالحك كمان على حسابي. بس تذكر إنه الله رح ينتقم منك إذا مو هلأ بعدين. وشو قصدك من هذا الحكي؟ قصدي إنه ما رح تكمل معك والله رح يعذبك مثل ما عذبتني. بركاتك يا حجة. ممكن نقوم نمشي لو سمحتي؟ لا أروح أنت أحسن ما تشوفك إلهام وتتضايق. روعة خلصنا بقى. عن جد فؤاد حابة أقعد لحالي. روح. عربون اعتذار عن ذنب ما بعرفه. رح يجي يوم بتعرفه. طيب ريحي لي قلبي وقولي لي هلا. لحظة أنا آسفة ماما عند الجيران يعني ما فيك تفوت على البيت أنا لحالي. تقلي عبي أدب. فيك تفهمها هيك؟ طيب يبقى إنه هيك صار الحكي بكرة لازم نلتقي بالمحل اللي أنت بتحددي. يبدو انه لازم نحط نقاط على الحروف. ليش لا؟ منحط النقاط على الحروف ومنلتقي. هدول لك. هدول حلوين بايدك. امرك.